الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع آية الحقيقة الكبرى للإنسان في هذا الكون، واسطة وحقيقة سورة الرحمن، بما أنعم جل وعلا وتكرم، وبما تكرر لفظه وتعدد معناه من قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، بما ساق من النعم، وبما ساق سبحانه وتعالى من الجود والكرم على عباده أجمعين، أنعم على الصالح وأنعم على الطالح، على الناس أجمعين نعما دنيوية، وخص المؤمنين الصالحين بنعم أخروية، وبين بعدما بين سبحانه من الآلاء والنعم من خلق الإنسان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ومن خلق الجان، وخلق الجان من مارج من نار، وما أنعم به قبل ذلك وبعد ذلك من النعم والأرزاق التي أقلتها الأرض فاكهة وخيرات وبركات، وما حملته البحار في بطونها من لآلئة ومرجان، وما صارت به من سفن، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وغير ذلك كثير مما لا ينحصر ولا ينعد. حينما ذكر النعم تلك قال في سياقها سبحانه كلمة هي التي أشرت إليها قبل، من أنها حقيقة الوجود البشري، وهي قوله سبحانه: كل من عليها فان. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. المقصود إذن هذه الأرض التي تقل الوجود البشري، وجاء هذا التعبير الحاسم العام الجامع المستغرق لجميع أفراده من بني الإنس والجن وسائر الحيوان والبهائم، ما يطير وما يزحف وما يسبح وما كل ما فيه الحياة، كل من عليها فان. صحيح أن من هذه تقع على العاقل عند قواعد أهل اللغة والعربية، لكن ذلك ليس على اضطراده في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن للقرآن مقاصد أعمق من قواعد النحاة والبلاغ، بمعنى أن القرآن إذ يتكلم عن الكون له منطق آخر غير منطق الناس،
لأن الناس يتحدثون عن الناطق وغير الناطق، ويتحدثون عن العاقل وغير العاقل. على أي مقياس؟ على مقياسهم العقلي. فنقول الإنسان حيوان ناطق بالمقياس العقلي، بمعنى أننا بمفهوم المخالفة هنا ننفي النطق عن غير الإنسان، وهذا غير سليم في منطق القرآن. بل كل الكون ناطق، حيوانه وبهائمه وجماده وشجره وكل شيء. وقد ذكرنا في هذا ما ذكرنا قبله في مناسبات شتى، والآيات في ذلك عنا غير بعيدة، من قوله تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالتا، أي الأرض والسماء، هذا الجماد، قالتا أتينا طائعين، يا جبال أوبي معه الطير وهلم جرى كثير. بمعنى أن الكون ناطق، وإن من شيء، أي كل الكائنات، الجمادات، الحيوانات والطيور والأسماك والبحار والأشجار، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وبعض أهل التفسير قالوا إنها تسبح بلسان الحال لا بلسان المقال، وهذا افتئات وتكلف وتحكم في نص القرآن الكريم. يعني المعنى أنهم بعض الناس يقولوا يعني تسبح يعني أنها في واحد الوضعية خضعة لله، هذا معنى التسبيح، لا هذا غلط. فلما قال تسبح تسبح، وإلا قلنا إن قوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل احتوى بلسان الحال لا بلسان المقال، فكيف نفهمه؟ فتبسم ضاحكا من قولها، يعني اسمع، فهذا تحريف للمعنى وإخراج لللفظ عن سياقه اللغوي العادي الذي به نزل القرآن الكريم. والمقصود من هذا أن قوله تعالى كل من عليها يدخل فيه بالدرجة الأولى الإنسان والجان وكل كائن من دون الإنسان والجان، أي ليس خاصا بالعاقل بالمعنى اللغوي الكلمة، بل بكل كائن له إحساس وله شعور وله حياة، كل شيء فيه، بهيمة كان أو إنسانا أو حيوانا أو طائرا، أي شيء، يعني عنصر الحياة ينقرض من على وجه الأرض ولا يبقى فوقها إلا الموت، نهاية، فناء تام. كل من عليها فان، وهذا التعبير من الرهبة بمكان، لأنه جملة اسمية ثابتة مستمرة مستقرة. كل من عليها فان، كأنها جدار أو كأنها سور بنى معنى ليبقى ثابتا شاهدا على الإنسان بالفناء إلى يوم القيامة. والعجيب أن هذا الفناء الرهيب وأن هذا الموت الغريب العجيب سبق ولحق بالآية فبأي آلاء ربكما تكذبان. والآية هذه إنما تحدث بها في سياق الإنعام، كأن هذا الموت نعمة، كأن هذا الفناء نعمة، وهو من وجه صحيح ومن وجه آخر كما ذكرنا قبل في هذا المجلس، أي أن الإنسان حينما يفرط في النعمة ولا يشكرها لله فإنه يعامل آنئذ بضد النعمة. فقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تجمع بين الترغيب والترهيب، أي فيها تقريب للإنسان وفيها تخويف للإنسان أيضا. ونعود إلى هذا المعنى الرهيب من معنى الفناء،
أفظع شيء يخاف منه الإنسان العدم. وبعض الربانيين والصالحين قبله تكلم كلاما عجيبا حول معنى الفناء، وقال لو أن الإنسان خير بين أمرين، خير أن يعيش سنوات قلائل عمر قصير على أساس أن يبعث بعد موته ويعيش مخلدا في الجنة، وبين هذا خيار تقول له غادي تعيش واحد عمر قصير وتموت، ولكن بشرط أنك تبعث وتمشي للجنة على سبيل الفرض نتحدث الآن والتمثيل، أو أنه تعيش 10,000,000,000 سنة، يعني عمر لا يكاد يستوعبه العقل ولا الخيال، 10,000,000,000 سنة، ولكن تموت وتنتهي قصتك إلى العدم، لا بعث ولا بعثة بعد. يصاب الإنسان بالفزع، ما يقدرش يتحمل هذه الحقيقة الرهيبة، واخا تعطيه ملايير السنين، ولكن تقول له تجي واحد الوقت ستنتهي إلى نهاية أبدية لا بعث بعدها ولا حياة، لا يستطيع الإنسان أن يقبل ذلك، وسيلبي أن يعيش عمرا قصيرا بشرط أن يبعث بعد ذلك إلى خلود في النعيم. كلنا بلاد ما كلنا، لماذا؟ لأن حقيقتنا أننا مسكونون بروح، وهذا الروح من طبعه أن يفزع إلى الخلود، لا يقبل الموت، لأن الجسم البشري أو قل لأن الكائن البشري كما هو معلوم مركب من طين، والطين إلى فناء، لأنه خلق وصنع من مادة فانية هي الطين، ثم من نفخ إلهي رباني رحماني لا طاقة للبشر على اكتناه حقيقته. ويسألونك عن الروح، ما يقدرش الإنسان يعرف العمق والأبعاد التي للروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا المعنى العجيب العميق المرتبط بالغيب يحن إلى أصله كي تشوق ارجع إلى الأصل الذي كان فيه، وهو أصل الغيب، وهو أصل الخلود. ولذلك الإنسان يخاف من الموت ويفزع منها، لأنها فيها شيء من الانقراض، من معنى الانقراض فيها معنى الفناء ولو إلى حين، وخرج عرب ذركين بعثة، مع ذلك الإنسان يرهب من هذه الحقيقة ويفزع، لأنه الآن يشعر بالحياة، فكيقول بعد الموت أيمكن أن أبعث بعد ذلك حيا؟ يخاف ويصيبه ما يصيبه من الهواجس والوساوس. وها هنا تكون حقيقة الإيمان يقينا وطمأنينة للربانيين الصادقين الذين ارتقوا بالإيمان إلى مراتب عليا، يعيشون مع الله في الأرض ويجدون لذة السكينة والحياة الطيبة في الحياة الدنيا قبل الآخرة، ولا يكون له الموت، ولا يكون لهم الموت كبوسا ولا شيئا مخيفا ولا مدمرا للأعصاب كما هو عند كثير من أهل الملل والنحل من غير المسلمين، وكما يصيب هذا الداء أيضا بعض المؤمنين ممن، أو قل بالأحرى بعض المسلمين ممن شردوا بعيدا عن الله، يصيبهم ما يصيبهم من الفزع والقلق إزاء حقيقة الموت، لا يجدون ولا يدركون حقيقتها، فلا يثبتون أمامها ويخشون الاقتراب منها. لذلك ربنا عز وجل أنبأنا بأن هذه الحقيقة أحببنا أم كرهنا هي المآل لكل من على وجه الأرض، فحكم هذا الحكم القدري القهري، كل من عليها فان.
لذلك إذن المؤمن حينما ينظر إلى النعم مما وضع الله في الأرض، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان خيرات، لا يتعلق بها ذلك التعلق الذي يجعله ينسى حقيقة الفناء، لأنه بعد قليل سيرى بعينه وليس يسمع فقط بأذنه، سيرى بعينه تجريبا وذوقا في نفسه أنه كل من عليها فان، وأن وراثة الأرض في نهاية المطاف إنما هي للوارث الحق رب العزة جل جلاله سبحانه وتعالى. فما أبلد من تتعلق مواجده وعواطفه بالمال تعلق عبادة إلى أن يعبد الشهوات ويعبد الأوثان ويعبد أصنام البشر ويزيغ ويتيه بعيدا عن الرحمن ذي الجلال الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي هو الوارث الحق لكل الأراضين ولكل الخيرات ولكل الأموال. لذلك العلماء الربانيون من أهل الفقه حينما أدركوا هذه الحقيقة من كتاب الله صاغوا تلك القاعدة العجيبة المستنبطة من الكتاب صراحة، وهي قولهم: المال مال الله والبشر مستخلفون فيه. كثيرا ما ننسى هذه الحقيقة ونظن أننا نملك المال، والحقيقة أن لا أحد يملك شيئا، إنما المالك الله لأنه كل من عليها فان. يتحدث أهل الأمثال اللطيفة من المأثورات المذكورة عند رجال التربية قديما أن شخصين اختصما في أرض، تجد الناس دلجوا الأرض، هذا القطعة الأرض ولا قطار ولا يعني قطعة للبناء أي شيء يمكن تخيله أرض، كل واحد يقول ديالي، فهذا يقول هي أرضي، الآخر يقول أرضي، وإنما الأرض لله. فقيل: يا أرض يا أرض أخرجي من ملكك مذ كنت. جاء الأمر الأرض تقال لي: يا هذه القطعة الأرض خرجي لك بنادم كل اللي كان فات شراك وملكك أولتك من نهار خلقك الله، فبعث فيها من ملكها شراء أو إراثة أو غير ذلك من وسائل الملك حتى ضاقت بالبشر، فلا يجد أحد من ملاكها مكانا يقف به بالتزاحم بالأكتاف والأعناق حتى فاضت بالناس. فأين هؤلاء؟ ماذا وقع؟ امتلكتهم الأرض من بعد ما ملكوها، كانوا مالكينها إما حرتوها ولا بنوها ولا تحتها، امتلكتهم الأرض من بعد ما ملكوها. فأدرك المختصمان لعدب كانوا كيدبزوا عليها أن لا ملك، لا ملك للمملوك، لأن الإنسان مملوك، أنت مملوك وتريد أن تكون مالكا، لا يمكن لاسم مفعول أن يكون اسم فاعل، هو مفعول، فالمخلوق لا يكون خالقا والمملوك لا يكون مالكا، ولذلك العبد وما يملك في القاعدة لسيده، العبد وما يملك لسيده، العبد وما يملك لسيده، والإنسان عبد، وكل ما يظن أنه يملكه إنما هو لمن خلقه، لمن هو يعبده قهرا أو تكليفا، يعني تكليفا لأنه مسلم راه كيعبد الله، أو قهرا واخا ما يكونش مسلم راه عبد بزز منه، جسمه عبد لله وروحه عبد لله، لأنه لا حيلة له في دفع الموت ولا في دفع المرض ولا في دفع الهرم ولا في استجلاب ما لم يقدر له من الأرزاق ولا في دفع ما قدر له منها. العبودية القهرية هذه يشترك فيها الناس المسلمون والكافرون، وتكون عبودية اختيارية ربانية لمن وفقه الله وهداه لأن يكون من المسلمين الصالحين. فالقرآن يضيء لنا الطريق
هذه النتيجة. القرآن يضيء لنا الطريق وينير لنا السبيل السالكة إلى الله بهذه الآية الربانية التي تبعث السكينة في النفس، كل من عليها فان. هذه كتعطي الراحة. من رحمة الله بعباده أن جعلهم جميعا مقهورين بالموت، من رحمة الله بعباده. ولولا ذلك لما استطاع أحد أن يعيش فوق الأرض غما وكمدا. من يجي شي واحد يجهد عليك ويظلمك ويقهرك ويغصب لك حقك وأنت مؤمن، تكون في راحة تامة، إذ تدرك أن مصيره إلى عذاب. إذا لم تقم المحكمة الدنيوية بحقك فمحكمة الآخرة قائمة قطعا بحقك. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. واحد السكينة، واحد الراحة عجيبة. واحد يجي يدي لك ديالك يغصبك يقهرك وما عندكش القدرة عليه، لك عليه سهام قاتلة مصيبة هدفها قطعا بليل. إذ ترفع أكفك بعد سجدة أو ركعة من الصلاة أو ذكر إلى رب العزة سبحانه تدعوه أن ينتقم لك من عبده فلان فقد فعل بك كذا وكذا ولا تستطيع له حيلة، وتجد الجواب حتما قد تصرف فيه قدر الله جل وعلا فأهلك صاحبك الذي آذاك ليوم لا غدا. ومجرد ما يخرج الدعاء من قلبك تشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة، لأن الله عز وجل يجيبك في تلك الساعة بسكينة ينزلها عليك أن قد قبلت منك يا عبد يا مظلوم، لأن الله ضمن ضمانا للمظلومين ألا يرد لهم دعاء حتى ولو كانوا كفارا، كما في بعض الأحاديث التي خرجها أحمد بن حنبل بسند صحيح وهي زيادة من ثقة مقبولة. حديث المشهور دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، زيادة أخرى وإن كانت من كافر، وصحيح، لأن منطق الإسلام هكذا، لا يجوز للمسلم أن يظلم كافرا ظلما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا. ما يجوز للإنسان بدلا أن يظلم مسلما أو كافرا، فلا تظالموا أي فلا تتظالموا، فلا يظلم بعضكم بعضا. ما يسمى بألف المشاركة في العربية. المقصود إذن أن هذه الآية تعطي للمؤمن سكينة وراحة، وتشعر بأن الحياة بالنسبة للمؤمن لا تنتهي. الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة يعيش معيشة ضنكا حقيقية حقيقة، لأنه يرى نهايته قريبة جدا جدا جدا، ويعيش يأسا دنيويا قبل أن يعيش يأسا أخرويا والعياذ بالله، كما يأس الكفار من أصحاب القبور. خطير جدا. هذا كان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر رابق يعيش، كتب مذكرات قصه حياته يعني. يقول واحد كلام لطيف جدا، قال لكم شاف الجنازه ديال بريجنيف رئيس سابق ديال الاتحاد السوفيتي، كيف وصفها؟ لطيف يعني، واخا هو نصراني مسيحي يعني مش مسلم، ولكن على الاقل عندهم امل في الاخره والمسيح المخلص وكذا الى اخره على عقيدتهم الباطله، ولكن كيف ما كان الحال اهل كتاب ربي تعالى فرق بينهم وبين الذين لا يؤمنون بالبعث مطلقا ولا بوجود الله. كيوصف الجنازه هو باعتباره ديك الساعه رئيس امريكا مشى كيمشي للجنازه ديال بريجنيف لما جاء، قال كانت جنازه مظلمه ما منوراش. يعني كنقول لك دينوا للتراب ما دينوش للاخره، ما عندهم اخره هما يعني هذوك الاخرين، لانه الروس سابقا يعني قبل هذه المرحله ما كيامنوش بالاخره وما كيامنوش بوجود الله نعوذ بالله. يقول لا إله والحياة مادة
فشوف دابا هذا إحساس مسيحي، يعني واحد الإنسان نصراني رغم أنه على عقيدة باطلة خاربة، ولكن مازال عنده واحد الأمل. هذه مسألة نفسية، فما باله بالإنسان الذي عنده عقيدة صحيحة سليمة ويؤمن إيمان يقين أن الآخرة حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن البعث قبل ذلك حق، كما يرى الأشياء الآن يؤمن بالغيب يقينا، كيف يعيش حياته مطمئنا ساكنا بين رغب ورهب؟ فإن فرح بالله فهو فرح بالله، وإن خاف من الله أصابته سكينة الله، ديما في المتعة، يتمتع بالرجاء كما يتمتع بالخوف. يعني لما يشعر بالخوف من ربي كتجي الراحة، ولما يشعر بالأنس بالله كتجي الراحة، فهو في سعادة دائمة. ولذلك كما في الحديث الصحيح المشهور المتداول: عجبت لأمر المؤمن كل أمره له خير. إن أصابته سراء شي حاجة مزيانة جاته شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شي حاجة ضرته صبر فكان خيرا له. وللصبر لذة رغم مرارته، للصبر لذة كما للشكر. الدين ديالنا شيء عجيب جدا، يعطيك الله من السكينة والطمأنينة والفرح بالله، يعطيك من ذلك على الخوف من الله ما يعطيك على الرجاء في الله، وهذا لا يوجد في دين آخر، ولا يوجد في طبيعة البشرية أصلا. لأن الإنسان اللي يجي الخوف الطبيعي مش التعبدي، مش الخوف العبادة، لا الخوف من الأشياء، تخاف من بنادم يأذيك، تخاف من الشيطان، تخاف من الجن، تخاف من الخرافة، تخاف من الحية، ما كتشعرش بالراحة أبدا، صافي يجيك الاضطراب النفسي وتجيك الأمراض العصابية والدهانية وتخسر في مخك وتقلتك، وربما تحتاج ديك الساعة الطبيب النفساني. الخوف ديال العبادة ما كاينش منه هاد الشيء هذا كله، بالعكس الخوف ديال العبادة كيداوي، كيعطي التوازن الشخصية ديال الإنسان. ولذلك ميزنا غير ما مرة بين الخوف التعودي والخوف التعبدي. الخوف التعودي اللي كتخاف بسبب العادات، هذاك خوف مدمر، إلا تجاوز الحد ديالو صافي كيصيب كيقطع ويمزق الأعصاب ديال الإنسان وتطرد الشخصية الإنسان. بينما الخوف التعبدي الذي هو الخوف من الله ينزل السكينة على عباد الله وينزل الرحمة على عباد الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، مباشرة قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إلى آخر السياق. هذا السرور تذوق منه في الدنيا قبل الآخرة، والسياق يتكلم عن الآخرة، ولكن تذوق منه في الدنيا قبل الآخرة السكينة والطمأنينة التي تنزل على الذاكرين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والخوف من ذكر الله. لما تخاف من الله فذلك نوع من ذكر الله، فيجزيك الله طمأنينة وسكينة وسرورا. ولذلك تقرأ: كل من عليها فان تشعر بالراحة ولا تشعر بالفزع الذي يؤدي إلى المرض، لا تشعر بالراحة لأنك تجد رحمة العدل، رحمة العدالة الإلهية كل من عليها. يعني الطاغية يموت، الظالم يموت، المتكبر يموت، ذو السلطة يموت، ذو المال يموت، كل الناس يموت. ولذلك تقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعمة سوى الله في الموت بين الفقير والغني، بين الحاكم والمحكوم، بين الظالم والمظلوم، كل الناس يموت، وإنما بعد ذلك يكون الحساب
وتوضع الموازين القسط يوم القيامة. المحكمة الجزاء الكبرى التي نؤمن بها يقينا تنصب ليوم القيامة ليكون الحاكم فيها واحدا فردا صمدا لا ثاني له ولا شريك سبحانه رب العزة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ملك الملوك الذي يقضي سبحانه بين العباد ويحاسب كل نفس في نفسها وهو في ذلك كله سريع الحساب. وهذه الربوبية يعني ملايير ما نقولش البشر لا الكائنات أن الحساب ما متعلقش بالنبي نخاطب به باعتبارنا بدل ولكن أيضا تحاسب الروح فإذا الوحوش حشرت. وفي الحديث حتى يقتص لي الدابة الجماء من القرناء هذيك اللي عندها القرون واللي ما عندهاش القرون كتسمى جماء ومولات القرون ضربت اللي ما عندهاش القرون ورست لها الراس تحاسب أيضا. يقتص من الدابة أو البهيمة حتى يقتص من البهيمة القرناء من بهيمة الجماء وتحاسب الجن ويحاسب كل من عليها. هذا كل من عليها فان إلى حساب. الشيء العجيب أن رب العزة سبحانه بذاته جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه هو الذي يفصل بين العباد ما كينوب عليه سبحانه وتعالى أحد أبدا وإنما الملائكة شهود وكتبة ته. أما الحاكم القاضي بين العباد إنما هو الله جل جلاله. وباش ما يجيكش الخيال كواحد الفهامة بشرية واحد القياس على غير أصل قال ربي تعالى في مساقات شتى إن الله سريع الحساب. الناس بقى تقول جمع دماغك وكيفاش هاد الملاير من سيدنا آدم والجن والبهايم والوحوش كاع هاد القيامة والنمل والحوت كل شيء جاي يتحاسب كيفاش يودن هاد الأخيرة تكون ملايير السنين باش يكملوا بالجوج بالجوج بالثلاثة بالثلاثة بالربعة بالربعة بالقبيلة بالقبيلة بالدولة بالدولة بالأمة بالأمة بالعصر بالعصر. لا هذاك المخ ديال بنادم أنا إلى عندي مثلا حانوت وكنبيع وجاو هضروا معايا جوج كيتلفوني كنقول له بس تنسمع لهذا ونجاوبه ما عنديش بنادم القدرة لا العقلية ولا اللغوية ولا الاستيعابية ولا الإفهامية ولا اللسانية باش يهضر مع جوج فوقت واحد مستحيل ممكن لك تسمع وتهضر مع واحد. ولكن هذا رب العباد ما ديرش القياس ديال عقلك عليه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة. فهو سبحانه لا يشغله شيء عن شيء لا يشغله شيء عن شيء في اللحظة الواحدة وهو فوق الزمان لأنه هو الذي خلق الزمان جل وعلا. في اللحظة الواحدة يخلق ويميت يرزق ويعطي يمنع وينفع للبشر للحشرات للنمل للحيتان للملائكة لكل الخلق أجمعين ولا يشغله شيء عن شيء. فماذا يحصل للعقل؟ يصاب بالقهر وبعدم الإدراك ما يبقاش قدر الإنسان يفهم. وهذا معنى الربوبية أنك ما تقدرش فعلا تحيط بوصف ولا بوصف واحد ولا باسم واحد من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فصفات الله مطلقة خارج السيطرة العقلية ما يقدر الإنسان يستوعبها وإنما نتلقاها عبارات كما وردت نؤمن بها كما هي ونسلم سليمة. وهذه العبودية لله الواحد القهار. والطريف في الآية أن فيها ما يجعل القلوب تتعلق بالله وتجد سكينتها في ذلك
وهو حينما قال كل من عريافان قال ويبقى البقاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه الله سبحانه جل وعلا، هذه الحقيقة التي تبقى بجلالها وجمالها وإكرامها وكمالها. فإذا تعلقت، وهذه الحكمة، فإذا تعلقت بالأرض وترابها فكل من عليها فان، والمتعلق بالفان فان، وإذا تعلقت بوجه الله وهو باق باق، فالمتعلق بالباقي باق. وأن تتعلق بالله يعني أن تسير إليه بالعبادات والأعمال، وهذا ما سماه الربانيون في التاريخ سابقا بمقام الفناء والبقاء. تفنى عن كل ما سوى الله وتبقى بالله، وهو معنى من معاني الذكر الذي أمرنا أن نذكر الله به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ورد في أحاديث شتى صحيحة مسندة إلى غير واحد من الصحابة أنها كنز من كنوز الجنة. الحول، الطاقة، القدرة، والإرادة، والفعل، والقوة، القوة. لا فعل ولا تأثير ولا قدرة إلا بالله. إن قدر قادر فلأن الله أقدره، وإن قوي قوي فلأن الله قواه، وإن شاء منعه فجعله عاجزا. فلا حول للأفراد ولا للدول ولا للمؤسسات ولا للجماعات، ولا قوة لها جميعا إلا بما أعطاها الله من قوة ليبتليها، وحينما يحين إبانها يمنع الله عن ذلك جميعا فتفنى فتفنى، سلت. كما تنتهي أعمار الناس تنتهي أعمار المؤسسات والدول والحضارات، والحاكم في ذلك جميعا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.